in 1 minute. التحويل من النظام العشري للنظام الثنائي. لدينا جزء صحيح وجزء كسري. نبدأ بالجزء الصحيح ونقوم بتقسيمه على أساس النظام أي 2 بشكل متتالي حتى نصل إلى 0، ونكتب باقي القسمة عند كل عملية. 25 تقسيم 2 يساوي 12 والباقي 1. 12 تقسيم 2 يساوي 6 والباقي 0. 6 تقسيم 2 3 والباقي 0. 3 تقسيم 2 1 والباقي 1. 1 تقسيم 2 0 والباقي 1. ثم نأخذ بواقي القسمة من الأسفل إلى الأعلى ونرتبها من اليسار إلى اليمين ليكون 1 1 0 0 1 هو المقابل الثنائي للعدد 25. ننتقل للجزء الكسري ونقوم بضربه بأساس النظام ونكرر العملية حتى نصل إلى كسر معدوم أو عدد دوري. 0.75 ضرب 2 يساوي 1.5. نأخذ الجزء الكسري 0.5 ضرب 2 يساوي 1. ثم نأخذ الجزء الصحيح من النواتج من الأعلى إلى الأسفل ونرتبه من اليسار إلى اليمين ليكون 1.1001.11 هو المقابل الثنائي للعدد العشري 25.75.